شوف الاستراتيجيه تاع التشغيل في صناعتك معروفه، ويعني احنا راح نضيف عليها الكثير من الشفافيه، يعني وفيه مشروع صناعتك داخليا، وهو تحول الموارد البشريه، مشروع تحويل الموارد البشريه اللي يعتمد على الانتقاء على الاطارات والكفاءات الوطنيه، وكذلك تكوينها، وكذلك يعني واضفاء الشفافيه على التشغيل. هذه ثلاث محاور مهمه في صلب مشروع تحويل الموارد البشرية في صناعتك.